حضرتك الاوراق جت متاخره والكلام ده يشهد عليه صدى البلد والوفد منزلين فيه ان هو عبد الله استلم الاوراق بتاعته لجنه 47 منزلينها احنا على الصحافه يعني سلموا لهم الورق الساعه 10:30. عملت شكوى في الصحافه بما اني اعلاميه عشان معالي الوزير وبلغت مكتب معالي الوزير محمود ابو النصر طلبوا الاسم بتاعه اديته له. جه النهارده الصبح في الامتحان هو مش نايم من امبارح على فكره. جه البوابه دي لقاها مقفوله راح البوابه الثانيه لقاها مقفوله. حتى انا عربيتي نفسي سايباها في البيت عشان قلت اجيب تاكسي بسرعه. واخد بالك يعني هو عمل ما جه دلوقتي انت بتصوري معايا الساعه 11 الا تلت. انا رحت الجيزه وجيت هنا اللجنه والكلام ده كله. انا جاي للبيت هو الساعه 10 9 ونص و5 بالظبط. عبال ما قلت للحارس بتاع العماره هات تاكسي عشان ما طبعا العربيه قبل ما تخرج من الجراج وتتسخن. والتاكسي كمان موجود ويشهد هو كان عند بوابه العماره بتاعتي الساعه كام. عبال ما جيت هنا طبعا كل ده احسبيه وقت اللي بيقول لك جاي متاخر ساعه. بس ده اللي حصل. ما رضيش يدخلوا الولد. انا فضلت انا والاهالي هنا هو والست هي شاهده قالت لي فعلا ابن حضرتك جه واحنا شفناه. والاهالي قالوا له طب ليه انت ما قلتلناش واحنا كنا دخلناك وانا زعقت له. طيب انت يا عبد الله لما جيت منعوك ليه؟ انا دلوقتي جيت بدخل بعمال اخبط حوالي 10 دقايق اصلا على الباب محدش راضي يفتح لي.